اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ايدي في ايدك. ايه اهميه عمليه تحليل المياه والتربه؟ انا بعرف بس هل التربه دي فيها ملوحه ولا ما فيهاش ملوحه. احنا موجودين في منطقه ديار النجم بمحافظه الشرقيه. خلاص دي عينه ايه؟ تعتبر عينه نموذجيه. احنا النهارده موجودين في منطقه الصالحيه بمحافظه الشرقيه. الصوب الزراعيه لها اهميه اقتصاديه كبيره جدا لانها بتعمل على تحقيق الامن الغذائي للمواطنين. اي حد عنده الاستطاعه انه يقدر يعمل صوب زراعيه على الفور ما ترددش. عمليه تدريب وتطوير العنصر البشري عمليه مهمه جدا. مستنيكم في مبادره جديده من ايدي في ايدك.